بعض النجمات يحرصن على أداء مناسك العمرة ومشاركة جماهيرهم بالصورة على الإنستغرام. كانت أبرزهم الممثلة الهندية هينا خان. إليكم المزيد في حلقة اليوم من توبة المشاهير. أدت الممثلة الهندية الشهيرة هينا خان أول مناسك العمرة لها برفقة والدتها وشقيقها، ونشرت الفنانة صوراً من رحلتها الدينية في مكة المكرمة على حسابها في إنستغرام، وظهرت في الملابس البيضاء وكتبت في تعليقها على أول منشور لها: لبيك اللهم لبيك بسم الله. كما نشرت الممثلة أيضاً مقطع فيديو من أمام الكعبة لتطلع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإتمامها العمرة الأولى. كما شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها صوراً جديدة أثناء تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وأكدت في تعليقها أنها حققت أكبر حلم في حياتها. وعلقت سارة سلامة على الصورة قائلة: الحمد لله إني أقدر أحقق أكبر حلم في حياتي، وهو زيارة أطهر مكان على الأرض، بيت الله الحرام. اللهم وعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا يا رب العالمين. ومنذ أيام شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وظهرت مرتدية الحجاب خلال زيارتها للمملكة السعودية لأداء مناسك العمرة، وعلقت على الصورة قائلة: ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب، أحلى مكان في العالم. كما حرصت الفنانة نهال عنبر على أداء مناسك العمرة، وشاركت جمهورها بفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام وهي تؤدي المناسك، وظهرت في الفيديو قائلة: هنا أحلى أيام الواحد بيقضيها وهو بيأدي مناسك العمرة، الكعبة من أجمل الحاجات اللي بحب أقعد قدامها، أفضل أقرأ قرآن وأدعي لأي حد، والكعبة قدامكم اللي عاوز يدعي لحد. وقد شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب جمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة لها وهي بملابس الإحرام تؤدي مناسك العمرة، معلقة عليها بالحمد لله. وأيضاً نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها أثناء تأديتها مناسك العمرة في بيت الله الحرام على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام، معلقة: عمرة لأم الغالية، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، بصحبة أخي أمير، ربنا يخلي كل الأمهات ويعطيهم الصحة، الأم أغلى ما في الوجود.